ونبدأ فقرتنا النهاردة بالكلام عن الشباب، خصوصا ان الايام اللي فاتت كان في مناسبة مهمة جدا كانت ترند على السوشيال ميديا، وهي اليوم العالمي للشباب. كلنا متابعين اكيد حجم الاهتمام اللي بتوليه الدولة المصرية والقيادة السياسية للشباب وإيمانها أكيد الكامل بدورهم الأساسي في أي خطوة لقدام ولمستقبل بلدنا. اهتمام الدولة المصرية الفترة الأخيرة بالشباب ما كانش بشعارات زي ما هما بيقولوا، لكن بترجمة حقيقية وسعي لدمج الشباب في بناء المستقبل بتاعنا وتبني أفكاره الطموحة فعلا وأحلامه وتطلعاته. وده كان واضح جدا من أول يوم تولى فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، وترجم ده بالفعل فعلا في مؤتمرات الشباب اللي كلنا كنا بنتابعها واللي بقت ملتقى دوري دائم بيجمع بين شباب مصر وقيادات الدولة والحكومة. اهتمام الدولة بالشباب اترجم كمان بوجود أكتر من 6 مليون شاب نفذوا وبينفذوا حوالي 14 ألف مشروع قومي لتحقيق نهضة فعلا نوعية لمستقبل مصر في مختلف وكل المجالات. مش بس كده، اهتمام الدولة بالشباب وسعيها لإعداد كوادر شابة قادرة إنها تشارك في المسؤولية وتنفذ كمان أفكارها لخدمة البلد الترجم هو كمان من خلال تدشين الأكاديمية الوطنية لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة. وللحقيقة عايزة أقول لكم إنه الأكاديمية دي كلنا فخورين بيها وفخورين بالكوادر اللي فيها وبالشباب اللي فيها، لأنها الحقيقة طلعت لنا كوادر بقت في مواقع المسؤولية المختلفة في كل الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية فعلا الكبرى. الدولة مستمرة في دعمها للشباب، وده اللي عبر عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال فيها: في اليوم العالمي للشباب أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس الذي يمثل القوة الحقيقية لمصر في معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدي، وأؤكد أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل. عايزة أقول لكم أنه تغريدة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع تويتر كان ليها رد فعل كبير جدا من الشباب اللي دشنوا هاشتاج جه في المقدمة فعلا في قائمة الترند أو الأكثر متابعة على تويتر بعنوان السيسي وتمكين الشباب. وشاهد الهاشتاج ده زي ما أنتم شايفين كده معانا، السيسي هو وتمكين الشباب، تعليقات كتيرة جدا من مئات الشباب المشاركين على الهاشتاج واللي أكدوا أنه مصر شهدت فعلا مع بداية عصر الرئيس السيسي اهتمام خاص بملف الشباب وآلية الاستفادة القصوى من طاقتهم فعلا وإبداعاتهم. استشهدوا بالكلام ده زي ما انتم شايفين كده وبتقروا معانا بكلام السيد الرئيس لما قال أنه الشباب هم فعلا أمل مصر الحقيقي في أي تقدم، انهم الضامن ولابد ان نعتمد عليهم. وبالفعل اترجم كلام السيد الرئيس لواقع واكدوا كمان ان الرئيس راهن على الشباب. انا فخوره جدا على فكره بكل الهاشتاجز وكل التعليقات اللي نزلت على الهاشتاج ده، زي ما انتم شايفين يمكن كان المكسب في صالح الشباب زي ما احنا شايفين في التعليقات اللي قدامنا. شباب مصر ومؤهل لتحمل المسؤولية أو مسؤولية تلك الدولة، فاكر كويس يوم ما الرئيس قالها في يناير 2016 في دار الأوبرا، الشباب هم أمل مصر الحقيقي في أي تقدم، الشباب هم الضامن ولابد أن نعتمد عليهم. كل دي حاجات كتيرة مكتوبة على الهاشتاج اللي بنقول لكم عليه.